يخسر الرئيس، لا يريدون أن يخسروا الصدارة اليوم. ضربة ركلية تشافي، عرضية رأسية، عدت 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 يا بيكيه، عدت يا بارسا، عدت يا بلوغرانا. بيكيه يسجل والبارسا يجعل الرئيس يبتسم بعد أن خسروا الرئيس. لا يريدون أن يخسروا الصدارة للليغا في هذا الموسم. أول هدف تحت قيادة هذا الرئيس، أول هدف في هذا اللقاء. بيكي المرة الأولى هدد، في المرة الثانية نفذ، في المرة الثانية سدد، في المرة الثانية عدد بمدافعيهم يهاجمون. غضب الكامب نو بعد أن وصل الريال وأتلتيكو إلى صدارة هذه الجولة، ها هم يعودون مرة أخرى لاستعادتها. إنهم يسجلون قبل نهاية الشوط. ابتسم أنت رئيس برشلونة.